بس وطي صوتك. طب هنعمل ايه مام؟ انا سحبت كل فلوسي من البنك، هندفعها ازاي؟ مش عارفه. اوكي I have an idea. احنا ممكن نروح لنانا سوسو وهي تساعدنا. Good idea. Yeah. هنروح لنانا سوسو نقول لها ابنك مات وادفع لنا ثمن اجرة التاكسي اللي احنا جايين فيها بدل ما نخش عليها بحاجه. اوف، خد الزفته دي من قدامي. امال هنعمل ايه يا مام؟ مش عارفه. حاضر. وساعدوه ساعدوه. ماشي. تعملوا ايه يا شباب؟ ما تقلقوش، والله انا هخلص كل حاجه، ما توسخوش هدومكم انتوا. خليهم يساعدوك. معلش معلش يا بس الايه الدوريه ملخبطه شويه. حاسب على الشنط لو سمحت. لا ما تقلقيش يا فندم، ما تقلقيش يا انسه. والله يا انسه انا هعمل كل حاجه، ما تقلقيش. اريحهم فين بقى؟ اعمل ايه؟ هو بس يعني ايه، انا بحب اقبل الشنط عشان واحنا ماشيين على الطريق ما ايه ما تقعش حاجه كده ولا كده، فما تقلقوش خالص اهي. طب اساعدك يا قد. والله ابدا، والله ابدا. هات هات عنتر وعبله دول، هاتهم هنا بالراحه على الشنط بالراحه. ما تقلقيش يا مدام، في ايه؟ دي شغلانتي. هو ده بقى ايه اتقان العمل بقى. طب قولي بقى حسابك كام؟ قبل حسابك اسمك ايه؟ اسمي أبين. أبين 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 بالبيب. أمين. أيوة بالظبط. أوكي، أنت عيان؟ عندك برد؟ لا دي لحبية. هعمل لك العملية. الله يبارك لك. والله العظيم نعملها. ربنا ربنا يكرمك يا رب. قولي بقى حسابك كام؟ خلي يا فندم 400 جنيه. 500 جنيه. الله إيه يعني؟ الله أكبر. والله أنا تعبتك معايا والله العظيم. الله يبارك لك. ولا أي حاجة. ولا أي حاجة مدام. بص الاتنين دولت ولادي. ربنا يخلي يا رب. أول مرة يجوا مصر، وأنا بره مصر بقالي 25 سنة. والعمارة دي بيتنا هنا يعني. أيوة. فإحنا إدينا كل الفكة بتاعتنا للراجل بتاع الشنط اللي في المطار. أنا فاهم يا مدام، أنا فاهم. حضرتك مش معاكي مصري ومعاكي دولارات. هنفكهم ونحسبهم، ما تقلقيش. لا أنا مش معايا ولا مصري ولا دولار. معاكي استرليني. سهلة برضه، بنحسبها سهلة. لا كندا ما بيستعملوش الاسترليني خالص. بيتكوين؟ طيب بيتكوين انا ما عنديش فلوس خالص. بيتكوين. امال معاكي ايه؟ انا معايا ربنا بصراحة. بص بقى انا هطلع فوق، كنت شايلة شوية اربع على عشرات على خمسينات، هلمهم لك واجيبهم. اربع أربع وعشرات. لا خليهم لك يا مدام، خليهم أكلي بيهم ال أنتر وقبلة؟ آه.